الحادث، واذا كان هناك سبب طبعا احنا ما راح نسكت، نحمل مسؤوليه اي وزير كان راح نحمل مسؤوليه. أن تحط لي خيمة بسط الشارع، بسط مدينة وجزيرة للناس، مصابة سيارات، تحط لي خيمة لا فيها أمن وسلامة، لا خيمة عاجلة أو غير شو اسمه قابل للحريق وسط الناس وسط العوائل. هذه مسؤولية يشترك فيها كثير من يعني من الجهات. أولا جهة البلدية كيف تسمح لمثل هذه الشركات أنها تحط مثل الخيام هذه اللي غير مرخصة وأيضا غير مضادة للحريق في أمام بيوت وسكن خاص. وبينما تستمر الأجهزة المختصة بالبحث والتحري لمعرفة أسباب الحريق، يتضرع أهل الكويت لبارئهم بإنقاذ أرواح من نجا. لم يبقى من ضيوف هذا الفرح سوى الرماد والبقايا، أرواح زهقت بالعشرات والكل يتساءل لماذا، والجميع يأمل أن يخرج من تحت رماد هذه الكارثة دروس وعبر تحول دون تكرارها مرة أخرى في المستقبل. سعد العنزي، الجزيرة، الكويت.